السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم. ان شاء الله غادي نشارك معكم تحليه اسبانيه اسمها ناتياس، كتجي رائعه في المذاق. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج نصف لتر ديال الحليب، 4 ديال الصفار ديال البيض، 4 ديال معلقه السكر، بسكويلي التزيين، معلقه ديال المايزينا، قشره ديال الليمونه، شويه ديال القرفه، شويه ديال القرفه عود، وواحد معلقه ديال الفاني. جبت هاد الكاسروله، غادي نخوي فيها الحليب وغادي نخلي شويه منه. وغادي نضيف عليه قشرة ديال الليمونة، واحد العود ديال القرفة، وغادي نخلي حتى يغلي مزيان هاد الحليب عاد نرجع نلعب. جبت هاد الإناء، غادي نعمل فيه البيض، غادي نزيد عليه السكر مايزينا وديك الحليب اللي خليت، واحد معلقه ديال الفاني، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى ينسجموا لي هاد المكونات مع بعضياتهم. في الغالية دابا غادي نزود ديك القشره ديال الليمونه وديك عود ديال القرفه، وغادي نضيف هاد الحليب فوق ديك الخليط. خليكم معايا. كما كتشوفوا بعد ما ضفت الحليب فوق الخليط، دابا غادي نخلط مزيان وغادي نرد هاد الخليط فوق البوط. ملي نخويه ونبدا نحرك ومنوقفش يدي من التحرك حتى يبدا يغلي هاد الخليط، عاد نزولو فوق البوط. خليكم معايا. هو الخليط بدا كيعقد شويه، ملي طلع فيه الغاليه فحال هكدا غادي نزولو فوق البوطه كما كتشوف. جبت هاد السليفات هادو، يمكن لكم تستعملو اي سليفات عندكم نتوما، اي كؤوس. انا استعملت هادو. دابا غادي نبدا نخوي فيهم الخليط. خليكم معايا.
ها هما بعد ما ساليتهم التعمير دابا غادي نزينهم، غادي نزينهم ديك البيسكوي، كل وحده غادي نزيد ليها واحد البيسكوي كما كتشوفوا، واحد شويه ديال القرفه من فوق. انا غادي نملي غير جوج بالقرفه، خليكم معايا. هذا الشكل النهائي التحليل ديالي، كنتمنى هاد الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها. الى عجبتكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. شكرا على المتابعة، والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.